بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم الآن عن واحد التمرين للولوج في كلية الطب. دونك يريد شعاع ضوئي أحادي اللون على الوجه أبي. هنا واحد الشعاع جا منا يريد على الوجه أبي لي موشور، يعني بوغ بريزم من الزجاج زاويته أ تساوي 30 درجة. يعني هنا عندنا 30 درجة. مقطعه الرئيسي عبارة عن مثلث ABC قائم الزاوية، يبين الشكل جانب الشعاع الضوئي المنبثق من الموشور. أوجد قيمة زاوية الورود E للشعاع الضوئي على الوجه AB. دونك احنا عندنا هنا A، A تساوي 30 درجة، وهاد عندنا هاد الشعاع، هذا الشعاع الوارد من هنا كيعمل واحد الزاوية اي مع لا نورمال. هنا عندنا بي سي، ولكن هنا عند الخروج كيخرج نيشان، كيعمل واحد الزاوية مع الواجهة. هنا عندنا أبي، نشوفو في الشكل ديالنا، عندنا أبي أبي أسي، دونك أسي هي اللي يخرج منها أسي. دونك الشعاع اللي كيخرج منا كيعمل يعني 0 درجة، يعني إبخيم في هاد الحالة هنا على حسب الشكل اللي عطاونا إبخيم تساوي 0 تساوي ار بريم. دونك هنا عندنا حاله خاصه انبثاق منظمي. دونك عندنا حسب الشكل، حسب الشكل في المعطيات، فان اي بريم تساوي ار بريم تساوي 0. وعندنا حسب قانون ديكارت، غادي نستعملو قانون ديكارت، قانون ديكارت للانكسار، عندنا ان سينس اي، ان سينس اي هنا عندنا ان سينس اي تساوي ان بريم حق هنا ان فتحة، هنا ان تعليق، ولا نقدر نسميو غير ان، انا نسميه ان تاع الهواء، ان تاع الاغ. سينس اي يساوي ان سينس اغ، وبما ان ان تاع الهواء تساوي 1، دونك يعني ان سينس اي تساوي ان سينس اغ، ان ان تساوي 1.6. عندنا واحد احدى العلاقات المميزة، احدى العلاقات المميزة للموشور، هادو خصكم تكونوا حافظينهم، ولكن الا بغيتونا ندير لكم واحد درس صغير عليهم، الا احتاجيتو شي تذكير عليهم ديروها لي في لي كومونتير وندير لكم واحد درس صغير عليهم. دونك احدى العلاقات المميزه للموشور ان ار تساوي ا، ولا ار زائد ار بريم تساوي ا، يعني ار تساوي ا ناقص ار بريم. وبما ان ار بريم تساوي 0، فان ا R تساوي A تساوي 30 درجة. دونك عندنا سينس اي تساوي N سينس R،
دونك سينيس اي تساوي ان شحال هي 1.6 في سينيس 30 درجة. دونك اي تساوي ارك سينيس او تساوي سينيس ناقص واحد. دونك سينيس اي ارك سينيس أرك سينيس دو 1.6 سينيس 30. لا ما نقدرش ندير واحد العلاقة فقط. دونك اي تساوي 1.6 صفر سينيس 30. 1.6 سينيس 30 غادي نلقاوها هي نشوفو بالآلة الحاسبة. 1.6 سينيس 30 1.6 دونك سينيس 30 هي دونك عطاتنا اي تساوي هاكا هي ارك سينيس 1.6 سينيس 30. هذه غادي تعطينا اي تساوي ارك سينيس دونك سينيس 30 هي واحد على زوج يعني 1.6 على 1.2 هي 0.8. دونك اي تساوي تقريبا 53 إلى واحد درجة. بالنسبة للسؤال الثاني نحتاج نبحث عن دي اللي هي زاوية الانحراف الشعاع الضوئي بعد انبثاقه من المنشور. يعني الزاوية التالية هي دي. دونك حسب العلاقات المميزة المنشور نعرف أن الدي تساوي اي زائد اي بخيم هنايا زائد ا. يعني أن ا احنا نعرفوا بلي اي بخيم تساوي صفر. يعني ا زائد دي تساوي اي لان اي بخيم تساوي صفر. اذا دي تساوي اي ناقص ا. دونك دي تساوي اي شحال قلنا هي 53 فاصلة واحد ناقص ا هي 30. دونك تساوي 23.1 درجة. إذا أعجبكم الفيديو المهم إذا كان بعدا شي استفسارات ولا حطوهم لي تما في لي كومونتير. سي فوز ابريسي سيت فيديو فولا بارتاجي و فولا لايك. إلى لا بروشين.